قتلت 600 رجل وماتت شنقا في وسط روما، قاتلة متسلسلة تقطف أرواح الرجال بطلب من زوجاتهم. جوليا توفانا قاتلة الرجال. القصة تعود إلى القرن 17 وتحديدا في أوروبا، حيث عانى النساء من منزلة متدنية مقارنة بالرجال، ولم تكن لديهم حقوق أو مكانة، واقتصر دورهم على الزواج والإنجاب، وتحول الآباء لمعاملة بناتهم كالسلع، حيث أجبر الكثير منهم على تزويج بناتهم بشخصيات نافذة لتكون المرأة بذلك أداة في يد والدها، ومن ثم أداة في يد زوجها، وتبقى من دون أي حماية لها. في خضم تلك المعاناة خرجت القاتلة التي تريد إنقاذ النساء، وهي جوليا توفانا التي ولدت في باليرمو بصقلية لتعمل في مستحضرات التجميل، وقامت بتصميم طلاء للوجه قائم على الزرنيخ، ثم انتقلت إلى صناعة السم للرجال لتخترع الخلطة السرية، وقالت إنها للنساء اللاتي تعانين من أزواجهن. أطلقت عليها اسم أكوا توفانا، والتي كان بمقدورها قتل الشخص خلال ساعات دون أن تكتشف السلطات أمره. صنعت الخلطة من خلط كميات من الزرنيخ، والتي كانت تستخدمه في خلطات تبييض الوجه، ومعه أضافت خلطة أخرى من نبات البيلادونا، بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى، ليكون الخليط بذلك عديم الرائحة والطعم. بثت جوليا السم في كل مكان، من باليرمو إلى روما ونابولي، منتحلة صفة بائعة مواد للتجميل، وبهدف إخفاء الشكوك نصحت زبائنها باستخدام السم بجرعات خفيفة على مدار 4 أيام، وقالت إنها مؤمنة بأنها تساعد السيدات غير السعيدات في حياتهن. أكثر من 50 عاماً دست جوليا فيها السم، حتى أوقعت فيها إحدى السيدات، حيث اشترت منها السم، وبعدها وضعته لزوجها في الحساء، شعرت بتأنيب الضمير لتمنعه من تناول الحساء، ما أجبرها على الاعتراف له ليذهب بها إلى المخفر، وهناك اعترفت على جوليا وكل أفعالها. وعندما علمت جوليا احتمت داخل كنيسة ليهاجم الناس الكنيسة ويقتادوها إلى السلطات بأنفسهم. نقلت جوليا بعدها إلى سجن سري، وهناك تعرضت لشتى أنواع التعذيب، وبعد تعذيب طويل بدأت بالاعتراف بجرائمها لتعترف بتسميم أكثر من 600 رجل، وقالت إنها أعطت ذات الخلطة للكثيرين وباتوا يعرفون تماما صنعها، لتقرر السلطات الباباوية إعدامها. وتم الإعدام في عام 1659 في ساحة كامبو دي فيوري في روما، ومعها 3 مساعدات لها، بالإضافة إلى عدد من السيدات الأرامل التي اعترفت عليهن تحت التعذيب، وسجن من بقي منهن ليطلق عليهن اسم الأرامل السوداء. أعدمت جوليا بعد 10 سنوات من القتل دون أن يعرفها أحد، لتكون بذلك قاتلة الرجال المخفية.